السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أتمنى يا رب تكونوا بخير وبصحة جيدة. إن شاء الله بإذن الله النهاردة ناوي أكلمكم إن شاء الله عن خدمة جديدة ناوية تعرضها قناة منح من كل الألوان إن شاء الله. وطبعا زي ما أنتم عارفين إن إحنا بنقدم خدمات كتيرة جدا، وزي خدمة تقديم للمنح وخدمة تجهيز الأوراق. وعشان ما أطولش عليكم طبعا هتلاقوا رابط استمارة كل خدمة من هذه الخدمات موجودة في صندوق الوصف أسفل هذا الفيديو. طيب بالنسبة للخدمة الجديدة اللي احنا ناويين نعرضها إن شاء الله، هي هتكون خدمة المساعدة في التقديم على الكورسات الدراسية. خليني في الأول أعرض لكم كده مثال. لو واحد مثلا متخرج معاه مثلا بكالوريوس، تمام، ومعاه شهادة التخرج فقط، مش معاه أي شهادات أخرى غير شهادة التخرج. في واحد تاني معاه شهادة التخرج ومعاه شهادات تانية كتير جدا، شهادات كورسات تطوع تقدير، كل هذه الأشياء. تفتكروا لما المنحة تيجي تقيم الطلبين هتختار مين؟ أكيد هتختار الشخص اللي معاه شهادات أكتر. طيب نظرا ان في ناس كتيرة جدا بتسألنا عن موضوع الكورسات والاشياء دي كلها، فاحنا قررنا ان احنا نعمل خدمة، وهي خدمة المساعدة في التقديم على الكورسات اونلاين، بحيث ان انت من الكورسات دي تقدر تحصل على شهادات وتقدم للمنح اللي انت عايزها وتزود فرصة قبولك في المنح، حتى كمان ممكن تقدر تستخدمها في فرص العمل كمان. طيب بالنسبة للفرصة دي حضرتك هيكون في استمارة اسفل هذا الفيديو، تمام، والاستمارة دي حضرتك هتملاها، واحنا ان شاء الله هنتواصل معاك وهنشوف التخصص بتاعك. مثلا انت بتدرس هندسة او متخرج من هندسة، فاحنا بناء على هذا التخصص هنجيب لك كورسات اونلاين مدد مختلفة زي ما انت عايز، في كورس مدته اسبوع اسبوعين شهر شهرين زي ما انت تحب. اللي عايز يقدم على كورس واحد على كورسين 3 10، وكل كورس هيكون ليه شهادة بتثبت اتمام هذا الكورس، تمام. حضرتك هنتواصل معاك ونبلغك بالكورسات المتاحة بناء على تخصصك، تمام كده، وبتبدا ان انت تختار مواضيع الكورسات، وبنبدا ان احنا نقدم لك على موقع الكورس، تمام كده، ونعمل لك اكونت عليه، وبعد كده احنا بننظم لك الكورس، بنفهمك كل الاشياء عن الكورس، مواعيد الكورس، الكورس ده هيمشي ازاي، ايه المحتوى بتاعه، هنفهمك كل حاجه ونكون خطوه بخطوه معاك من اول ما يبدا الكورس حتى النهايه، تمام. وبعد لما تخلص الكورس ان شاء الله الشهاده كمان احنا هنطلعها لك ونسلمها لك، يعني احنا هنكون معاك خطوه بخطوه، انت مش هتعمل اي حاجه خالص غير ان انت تخش تحضر محاضرات الكورس فقط، تمام. وطبعا اللي حابب يقدم على كورس او 2 او 3 متاح. طبعا الخدمه دي هتكون برسوم زي الخدمتين الاخرتين، ده نظرا طبعا للمجهود اللي احنا بنقدمه، وطبعا دي خدمه اختياريه، يعني احنا بنعرض المنح على قناتنا بشكل مستمر مفيش مشكله، اللي حابب هذه الخدمه متاحه ان شاء الله. وبتكون الرسوم بتتراوح ما بين 10 دولار حتى 40 دولار بناء على الكورس وبناء على محتوى الكورس ومده الكورس، لاننا هنتابع معاك من اول يوم في الكورس لحد اخر يوم. فلو حابين الخدمه دي طبعا هتلاقوا رابط استماره هذه الخدمه موجود في صندوق الوصف اسفل الفيديو ده، تملاوه وان شاء الله نتواصل معاكم ونرتب معاكم كل شيء ونظبط لكم كل شيء ان شاء الله باذن الله، وده هيساعدك ويطور من نفسك اكتر للتقديم على المنح، وفرصه قبولك في المنح هتزيد اكتر، تمام. فان شاء الله باذن الله يكون بالتوفيق والقبول ليكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.